الحقيقة كنقول لهم الشكر الجزيل لهم على هذا الإنجاز تبارك الله عليهم. إيزيتي على أوتوغ تبارك الله تبارك الله تبارك الله عليهم. حنا فرحانين بهم بزاف والله يكمل عليهم بالخير. هذا العام إن شاء الله الرتبة الرابعة وبإذن الله تعالى في المستقبل يكونوا بوركوا با إن شاء الله كأس العالم بإذن الله تعالى. شكرا لكم وشكرا للمنتخب وشكرا الوالد الدركراكي وشكرا للاعبين كاملين تبارك الله على الإنجاز ديالهم. وصلوا لهم وانا فرحونا بزاف 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 ووصلوا لهاد المرتبه اللي عمر شي دوله افريقيه ووصلت ليها يعني فهمتيني. فرحونا بزاف وماشي فرحونا غير حنا كمغاربه, فرحوا بزاف ديال الدول. وكنتمناو العام الاعوام الجايه اللي جايه 4 سنين ان شاء الله اللي غيكون فيها الكاس العالم الاخر ان شاء الله نديوه حنايا ان شاء الله, حيت هاد الشيء اللي عطينا بزاف. و شي كلمه حق وليد الركرابي. والد الركراكي قال لك شوف غير ديروا النيه غضرف بوطه وغتخرج, ودرنا النيه وضربها في بوطه وخرجت ما مره ما جاتش. شوفوا الجماهير جاوا من عده مدن اللي حضروا هذه الفرحه الهستيريه بزاف. جينا من قنيطره. هي الحاجه جات من قنيطره و مع المنتخب ديالنا. حنا فرحانين جاي من قنيطره غنرجع دابا والله العظيم فرحانه بزاف. فرحانه الحاجه فرحانه جايه وجايبه معايا وليدي وجايه من قنيطره كلشي فرحان والله العظيم. جينا نضامنوا مع الفريق الوطني وتبارك الله على السير الكراكي وعلى وليداته اسود اطلس والله ينصرهم. وان شاء الله نتمنوا لهم التعويضه ان شاء الله عما قريب في الكاس ديال كاس افريقيا ان شاء الله. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي نيوز بلس, اكثر من مجرد خبر.